نشرة ظهيرة من تلفزيون اليوم السابع، أهلا بكم. بدأ اليوم طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان التجريبي الثالث على التابلت والبابل شيت، حيث يؤدي طلاب الشعب العلمية امتحان مادتي الأحياء والاستاتيكا. انطلق الاختبار في 10 صباحا واستمر حتى 1 ظهرا، وسلمت المدارس الطلاب أرقام الجلوس مدونا بها اسم اللجنة التي يؤدي بها الطالب الامتحان التجريبي ونهائي المقرر أن ينطلق يوم 10 يوليو المقبل. كما نبهت المدارس على الطلاب بضرورة الحضور للامتحان التجريبي للتدريب على الأسئلة والاستعداد للاختبار النهائي. وفي القاهرة ألقت أجهزة الأمن القبض على السمسار الهارب في واقعة ضبط تشكيل عصابي في الإتجار بالأعضاء البشرية بحلوان، وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة. وكشفت التحريات والتحقيقات عن تكوين المتهمين تشكيلا عصابيا يستغل حاجة المواطنين للمال لبيع الكلى. وتبين أن بداية كشف الواقعة بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بقيام عامل ببيع كليته بمبلغ 25,000 جنيه عن طريق الاتفاق مع عاطل وشقيقته والسمسار الذين استغلوا حاجة المجني عليه للمال وعرضوا عليه بيع كليته. إذا كنت تعتقد أن كورونا غاب عن المشهد فالهند لديها الجديد. قالت السلطات الهندية إنه تم اكتشاف 20 حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا يطلق عليها اسم دلتا. وذكرت التقارير الطبية بالهند أنه تم تسجيل 5 حالات إصابة بالسلالة الجديدة في مدينة ساحلية، وخلال ذلك لم تظهر أي أعراض للمرض لدى 2 فقط من المصابين. وأنشأت السلطات مناطق احتواء وتم تطويق المناطق التي تم العثور على الطفرة فيها. لدينا جديد بشأن سد النهضة، حيث أكد المبعوث الأوروبي لإثيوبيا والسودان أنه من المهم التوصل لاتفاق بشأن الملء الثاني لسد النهضة. وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أكدت أن مواقف السودان ومصر متطابقة من الملء الثاني لسد النهضة، وتبعت إثيوبيا تصر على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق، ونطالب بفرض عقوبات دولية على من لا يلتزم بمفاوضات سد النهضة. ورياضيا، بدأ الأهلي استعداده لمواجهة الترجي التونسي غدا الثلاثاء والمقرر لها السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقية. وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي إن محمد هاني ظهير أيمن الفريق سينتظم في مران الفريق الجماعي غدا، مضيفا أن محمد هاني وبدر بنون اشتكيا من إجهاد خفيف في عضلة السمانة، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الترجي التونسي، مشيرا إلى أن حالة الثنائي لا تثير أي قلق وهم جاهزين للمشاركة في تدريبات الأهلي عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون. ونختتم نشرة الظهيرة بأسعار الذهب، حيث سجلت في مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات، وذلك عقب أسبوع من التراجعات بنسبة تتجاوز 3%، وسجل عيار 21,770 جنيها للجرام، فيما سجل عيار 18,660 جنيها. انتهت نشرة الظهيرة، نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، ولنا تغطيات إخبارية أخرى على مدار اليوم. إلى اللقاء.